مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الحوار العربي الأمريكي. في مشهد متكرر قام به داعش بقتل 21 قبطيا على شاطئ البحر في ليبيا، تم اختطافهم قبل أسابيع وأشهر. في رسالة موجهة ليس فقط إلى العالم المسيحي والعالم الإسلامي، إلى العالم أجمع، وقد أقامت واشنطن بدعوة تقريبا 70 دولة والأمم المتحدة لحضور مؤتمر عقد في واشنطن لمكافحة التطرف والعنصرية. هذه أبرز المحاور لحلقة اليوم من الحوار العربي الأمريكي. سوف نناقش الحوار ونسمع الرأي من السيد عبد الجبار جعفر المتخصص في العلاقات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ عبد الجبار. أهلا بك يا مرحبا. أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدي الكرام، محاور الحلقة متوفرة، المشاهد موجودة، لكن سوف نشاهدها بداية في تقرير ونعود بكم من جديد. مرة أخرى
أعود إليكم مشاهدين الكرام، ومباشرة أتجه إلى السيد عبد الجبار جعفر. أهلا بك مرة أخرى معنا في الحوار العربي الأمريكي. سيد الكريم، يعني نبدأ بداية من الفيديو الذي نشرته داعش بمقتل 21 قبطيا مسيحيا من مصر. يعني المشهد يتكرر، بداية كان من معاذ الكساسبة الذي حرق داخل قفص، واليوم 21 قبطيا، وكما حدث قبل أيام في كوبنهاغن. ما هي الرسالة التي يوجهها داعش؟ هذا السؤال باستمرار أسأله إلى كل تقريبا ضيوفي. يعني الرسالة الموجهة اليوم يعني من قبل داعش بحرق وذبح وقتل الأسرى، تفضل. حقيقة داعش تمادت في غيها، وتريد أن توصل رسالة للعالم أجمع أنه نحن هنا، يمكننا أن نفعل ما نشاء، لكن بسبب الفوضى التي تعم العالم أجمع، فوضى على حقيقة جبهات مختلفة، تساعد داعش على أن ترسل رسائل قوية ومقيتة للعالم أجمع بأننا نستطيع أن نصل إلى النقطة التي نريد، نستطيع أن نجند ما نريد، نستطيع أن نفعل ما نريد، ورد الفعل لن يكون بالمستوى المطلوب الذي يزيل أو يزعزع داعش. هذه هي الرسالة، نحن ناس قتلة لا يمكن أن يجارينا أحد ونحن باقون. يعني سعد الجبار، يعني هذا الكلام الجميع يتفق معك أنهم مجرمون، لكن ألا يكفي اليوم ما حصل في الموصل وفي الأنبار وفي تكريت، وما حصل بالمسيحيين واليزيديين وحتى المسلمين في العراق؟ يعني ألا تكتفي داعش من محاولتها إلى احتلال واستغلال بعض المناطق والناس إلى تجنيد الأطفال، إلى اغتصاب النساء، إلى قتل الرجال والكبار في السن؟ يعني ألا يكفي هذا ما تفعله اليوم أيضا في سوريا؟ نعم سيدتي، لن يكفي ذلك كما قلت، لأنه رد الفعل لم يكن قويا أزاء ما تقوم به داعش من ذبح وقتل وتهجير. يعني هل تعتقد أنها لم توصل الرسالة؟ أستاذ عبد الجبار، هل تعتقد أنها لم توصل الرسالة إلى العالم من خلال ما حصل في العراق؟ لا، الرسالة وصلت، الرسالة وصلت، والعالم يفهم ما تريد، لكن رد الفعل كما قلت ليس بموازاة الفعل الذي تقوم به داعش. نعم. فهي المشكلة، يعني قلت لك أكو مشكلة عالمية. لا يوجد هناك اتفاق، يعني لحد الآن لا يوجد هناك تفسير لمعنى الإرهاب. نعم. لا يوجد هناك اتفاق دولي على كيفية الرد على 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 أعمال داعش المقيتة. بالأمس ذبحوا 1700 شاب من العراق ولم يهتز الضمير العالمي. يعني هاي يعني ليش احنا طيب لماذا يعني استاذ عبد الجبار، لماذا هذا السكوت والصمت امام ما يحدث في العراق؟ بس تسمحي لي اكمل. يعني تفضل. يعني اشعر ان هناك مثيالين، العراق يذبح منذ عام 2000 ومن بعد السقوط من الاعمال التي قامت الزرقاوي وغيره. نعم. ولحد هذه اللحظه يذبح كل يوم عشرات من الشباب، تذبح كل يوم عشرات من الأرامل، عشرات من الأيتام، لكن لم يهتز الضمير العالمي. لماذا بدأ التدخل عندما أحرق الطيار الأردني؟ نحن طيب ما السبب؟ مسألة إنسانية نقبل عليها، لكنه ليس الكيل بمكيال، لازم التعامل مع كل القضايا. فلذلك أنه أشعر وأنه المسألة فيها غموض، فيها تناقض. يعني البارحة أنه رد على الرئيس المصري السيسي بعدم التدخل وعدم ضرب على عدم ضرب ليبيا، لأن يجب أن نركز على الحل السياسي، وهذا لا يمكن أي حل سياسي. حال فوضى في ليبيا، الناس تقتل الناس، حكومتين، حكومة يدعمها الإسلاميين وحكومة ضعيفة يدعمها المجتمع الدولي، لكن لا تقوى على عمل شيء. نعم. مصر الآن أمنها القومي مهدد، من حقها أن تقوم بشيء، لأنه راقبت ما جرى في العراق وفي سوريا ولم يحصل شيء، لم يحصل شيء. نعم. فهذا هو الأمر اللي خلى مثل تقول داعش تستهتر بكل القيم وبكل المبادئ. طيب. نعم. طيب أستاذ عبد الجبار، يعني أصل إلى هذه النقطة، لماذا هناك الصمت حيال ما يحدث في العراق؟ صمت دولي، يعني اليوم بكم الأعداد الناس التي قتلت في العراق،
لم يتحرك ساكن أي تحرك دولي حتى ما إلى أن ما حصل في معاذ الكساسبة في الأردن، إلى ما حصل اليوم في 21 قبطي من مصر. يعني اليوم نشهد تحرك دولي وأمريكي. لماذا اكتفت الولايات المتحدة والعالم بالتحالف الدولي لضرب داعش فقط في العراق؟ لماذا هناك هذا الصمت الذي تتحدث عنه قبل قليل؟ السبب هو المشكلة فينا، أعتقد أنه إحنا كعراقيين لم نستطع أن نتسوق ما مثل ما يقول الذي يجري في العراق إلى العالم الآخر ونكشف ونفضح هذه الممارسات. نحن نحتاج إلى جهد كبير، نحتاج إلى جهد كبير من قبل الحكومة على مستوى وزارة الخارجية، نحتاج إلى جهد كبير على مستوى السفارات في العالم بأن تتحدث على أو تعرض ما يتعرض له العراق. المشكلة أنه ناس إحنا نفتقر إلى أشياء كثيرة، يعني لا على مستوى السلطة التنفيذية ولا على التشريعية. هناك تناقض، هناك محاولة تهميش آخر من قبل السياسيين. كل يدعي كما كل يدعي الوصلة بليلى، كل يريد أن يعزف أنه السياسيين السنة يقولون نحن ندافع عن السنة، والشيعة يقولون نحن ندافع عن الشيعة، والعراق يتيم، طفل يتيم ضائع بين هذا وبين ذاك. يعني نصل بكلامك أستاذ، خليني أكمل بس اسمحلي. تفضل. نعم، نحن نحتاج إلى مؤسسة علاقات عامة. نعم، علاقات عامة تسلط الضوء، ناس مختصين تسلط الضوء على المعاناة العراقية إلى العالم، تقوم بحملة قوية في دول العالم صاحبة القرار في الدول الأوروبية في الولايات المتحدة. تعلمين سيدتي، احنا ما عندنا يعني في مؤسسات مثل السفارات بالخارج، يعني ما عندنا متخصصين بالعلاقات العامة اللي يقدرون. السفارة هنا عندها عقد مع شركة للعلاقات العامة بكذا مليون دولار، لكن ما قدرت توصل. طيب أستاذ عبد الجبار، يعني أنت باعتقادك اليوم العراق فقط محتاج إلى مختصين للعلاقات العامة؟ ما هو السياسيين أصلاً بيناتهم متنازعين على المقاعد وعلى الكراسي، وديعان العراق من الفساد المالي والإداري. طيب ليش ما يعالجون أول شيء؟ خلينا نعالج هاي المشاكل. إذا العراق اليوم إذا عنده هاي المشاكل كلها، ما راح يقدر انه لا يقوم بعلاقات ولا مختصين ولا حتى يوصل اللي يصير عندنا بالعراق من قتل وذبح واجرام. هذا صحيح، لانه هذا انا قلت انه ماكو اتفاق، اكو تنافر، ماكو شيء اسمه العراق. نعم. الوطني اضمحلت العراق، ماكو حس وطني مع الاسف. يعني كل يعني يحاول ان يجير مثل ما يقول، هو ما في نجاح، لكن يجير ما يقوم به لحسابه الخاص ويدعي انه يدافع عن هذه الطائفه او عن تلك. ماكو توحد بالكلمه. طيب يعني اعتقد قد يكون رئيس الحكومه الحالي يعني رجل في المكان المناسب، لكن هذا لا يكفي يقوم بشيء مهم. نعم. صحيح. الكابينه الوزاريه هي مفروضه عليه. وزراء يعني جاءوا من كتل ما عندهم خبره، يعني انت ترحين على مثلا وزاره الصناعه، جيبي لي شخص مختص في وزاره الصناعه. غير مختصين ووجوه متشابهه في كل سنه في كل دوره برلمانيه، يعني واغلبهم غير نزيهين. احنا نمر في ازمه اقتصاديه، المفروض وزير الصناعه من الوزراء التكنوقراط الاكفاء الذين يضعون استراتيجيه من اجل النهوض بالوزاره. المفروض يكون عندنا شخص على رأس وزارة الزراعة نفس الشيء، المفروض يكون شخص عندنا على وزارة التجارة، وزارة العدل كذلك. طيب وين الكفاءات العراقية؟ وين راحت؟ يعني هل هم ذولا فقط اللي موجودين بالعراق؟ المشكلة أنه صار تهميش، كل الشخصيات الأكفاء خطبت بالداخل، ما لقوا لها فرصة. فالآن الدولة تحتاج إلى جهد كبير على مستوى المراكز. نعم. الثقافية، على مستوى السفارات، لأن يعني تعمل على تشجيع الكفاءات حتى وين في الخارج. طيب بخبراتهم هل يقدمون بعود؟ طيب لأجل مساعدة الحكومة على النهوض بواجباتها. كلام صحيح. طبعاً. طيب أستاذ عبد الجبار، يعني اليوم داعش في العراق هذا واقع حال، وهناك حرب دائرة في داخل العراق رغم الأجواء الطبيعية التي يمر بها العراق كل يوم بسبب ما اعتاد عليه يعني منذ سنوات من قتل وتفجير وسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة. هذا يعني صار واقع حال لكل عراقي يومي بصراحة.
لكن اليوم داعش باعتقادك فقط تحتاج إلى تحالف دولي لضربها من الأعلى بصواريخ أو إطلاقات نارية وكذلك البيشمركة، أم اليوم تحتاج داعش أيضا إلى تدخل بري دولي؟ يعني طبعا هذا الكلام قد لا يتفق معي بعض السياسيين فيه، بعض السياسيين يعني لا يوافق اصلا بتدخل دولي في الشؤون العراقيه، رغم انهم لا يستطيعون اصلا حل هذه الازمه بوجود داعش في العراق، ولم يستطيعوا اصلا اخراج داعش الا بضرب من قبل التحالف الدولي. دعني اقول لك شيء. تفضل. هناك مثل يقول ما حكت جلدك مثل عمرك. نعم. لا يمكن ولن يمكن اخراج داعش من العراق ما لم يتوحد العراقيون. هذا ما لم يتوحد العراقيين، ما لم يعاد ترتيب البيت العراقي على أسس وطنية. نعم. من أجل بناء إعادة بناء وتأهيل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية اللي من ضمنها المؤسسة المخابراتية. نعم. يعني في هذه اللحظة ممكن أنه نقوم يعني نحقق شيء، لكن ما دام العراق متفرق، ما دامت الكلمة غير موحدة، ما دام التخوين موجود، يعني ذاك اليوم أنه خطف أحد أعضاء البرلمان، انسحبت قتلتين من البرلمان العراقية الوطنية. كأنه هذا الحل صعب الجبار. طيب هذا ليش يعني؟ إذا ما صوتوا على الموازنة، ينسحبون الكتل السياسية، إذا ما تصوتوا على الرواتب مالتهم تنسحب الكتل السياسية، يعني ما أعرف ليش رشحوا تم ترشيحهم وأصلاً تنصيبهم بهيك مقاعد. شوفي أقول لك، هذا 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 معناته جهل حقيقة، يعني جهل بالشؤون البرلمانية والسياسة، هذا يدل على جهل. شنو أنت تنسحب؟ ليش تنسحب من البرلمان؟ ممكن أنه ينسحبون الوزراء من الحكومة ولفترة محددة، لكن البرلمان أنت صعدك الشعب. ما من حقهم استعب الجبار، هذا ما من حقهم. أنت عضو مجلس نواب، أنت ممثل للشعب، ما من حقك انه تنسحب من مقعدك، انت المفروض في هذا المكان تمثل الشعب، اللي ينطيك اعاز الشعب انه تنسحب يا الله، يعني هذا يعني بصراحه انه احنا اذا نريد نتكلم عن البرلمان العراقي وعن الحكومه العراقيه يراد لنا حلقات بصراحه استاذ عبد الجبار. شوفي اقول لك سيدتي، نعم. بس اقول لك هاي الملاحظه. تفضل. يعني هو طبعا ما لم تكن هناك مؤسسات، يعني مؤسسات مجتمع مدني تضغط على السياسيين يبقى الحال كما عليه. نعم. يعني يحتاج هزة، يحتاج صدمة مثل ما يقول شوك، من أجل تحرك السياسيين لكي ينتبهوا إلى أنفسهم. يعني هم هذا الوضع لا يمكن أن يبقى على هذا الحال، يعني العراقيين لا يمكن أن يفهموا، وعلى السياسيين أن يفهموا أنه العراقيين يتحملون صابرين، لأنهم مر عليهم 13 سنة حصار تحت الدكتاتور صدام حسين. نعم. وبقوا صابرين، لكن عندما اجت تقريبا الفرصه هاجوا و يعني قلبوا الموازين. في التسعينات نفس الشيء عندما صارت الانتفاضه، يعني تذكرين. نعم. عندما صدام حسين خلص من حرب ايران بعدين دخل الى الكويت. صحيح. صارت الانتفاضه بال 91 وكانت انتفاضه شعبيه 100%، عبرت عن ضمير الناس، بس مع الاسف لم تعتبر. الشعب العراقي شعب استاذ عبد الجبار، الشعب العراقي شعب مدعوم. رسالتي، نعم، رسالتي للسياسيين عليهم ان ينتبهوا. نعم. العراقي صبور يتحمل، لكن عندما تاتي اللحظه اذا انتفض فسيكون الرد عنيف، وعنيف بشكل يعني قوي جدا. فعليهم ان يعرفوا هذه الحقيقه، يعني. نعم. عليهم ان لا ينسوا. نعم. طيب أستاذ عبد الجبار، يعني قبل أن أخذ فاصل أود أن أتحدث عن دول الجوار للعراق، يعني ألا يتحملون جزءا من المسؤولية لما يحدث اليوم من وجود داعش في العراق؟ أكيد طبعا. يعني الأردن متى، يعني قبل فترة ما حدث إجا رئيس الأركان وإجا مسؤولين يصرح أنه إذا ضرب عراقي معناته هذا ضرب. زين، هاي اللغة وين كانت بزمن الزرقاوي؟ نعم. وين كانت عندما عقد المؤتمر لما يسمى بالمعارضة؟ نعم. التي تحتضنها الأردن. زين، ليش ما تتخذ الأردن إجراء بحق رغد وعائلة صدام حسين اللي تمول الإرهاب في الأردن؟ ليش ما تتخذ إجراء بحق الإذاعات الموجهة ضد العراق؟ الآن الموجودين السياسيين اللي كل يعني يغردون خارج الترك الموجودين في عمان، حتى السياسيين الحاليين عندما يختلف مع الآخرين حتى في الحكومة أو في البرلمان رأسا يطير إلى عمان.
ويقعد يصرح من هناك. فوين كانوا؟ طبعا يعني لهم دور كبير ما يحدث بالعراق وحتى سوريا. لا تنسي سوريا بالبدايه، وانا سبق وان ذكرتها في حلقه سابقه في لقاء معاكي. نعم. سوريا ايضا كان لها دور، يعني كانت تخشى من التحول الجديد في العراق، وايضا دعمت الاعمال الارهابيه ودربت القتله في معسكرات. لكن ما حدث لها الان صار عندها صدمه وخلاها انه تنتبه الى وضعها وانشغلت، هي حقيقه صحيح انشغلت بالارهاب الان فعلا الموجود. يعني 4 سنوات في سوريا اليوم. نعم. اذا نساء عبد الجبار كلهم متورطون بالدم العراقي. نعم. طيب استاذ عبد الجبار، سوف نذهب سوية انا وانت والمشاهدين الى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وانا اعود بكم من جديد. مرة اخرى اعود اليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وقبل ان نبدا في محاور اخرى وجزء اخر من هذه الحلقة من الحوار العربي الامريكي، سوف نشاهد سوية تقرير حول المؤتمر المنعقد في واشنطن ضد الارهاب والعنصرية، وانا اعود بكم من جديد. Thank you.
أعود إليكم مشاهدينا الكرام مباشرة إلى أستاذ عبد الجبار. يعني اليوم هناك مؤتمر يعقد في واشنطن ضد الإرهاب وضد العنصرية، يعني هل تعتقد، يعني سمعنا كثيرا من المؤتمرات التي عقدت وسمعنا كثيرا من الاجتماعات التي عقدت والجميع يندد ضد الإرهاب ويتحدث عن ضد الإرهاب والخطوات التي يجب أن تكون ضد الإرهاب، لكن هل باعتقادك هذا المؤتمر سوف يكون ناجحا بأفعاله في الأيام القادمة التي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الحاضرة إلى هذا المؤتمر تقريبا 70 دولة أم لا؟ تفضل. يعني لا أعتقد أنه سيحقق يعني شيء كبير، يعني هو هذا نستطيع أن نقول أنه خطوة بالاتجاه الصحيح. نعم. مع أنه جاء متأخرا، يعني جاء متأخرا كثيرا، يعني أين كان يعني الولايات المتحدة وغيرها من عقد هذا المؤتمر ما بدأ الإرهاب يضرب يعني في العراق وفي دول أخرى. عموما أنا لا أعتقد، لأنه هناك أسباب كثيرة. المفروض يعني أنا ما أعرف حقيقة الفحوى اللي راح يتم مثل ما يقول طرحها أو المضمون في هذا المؤتمر، لكن هناك مشاكل كبيرة في دول العالم يجب أن يتم مناقشتها ووضع الحلول لها، يعني معالجة حالة الفقر، الإحباط اللي يعاني منه الشباب العربي. صحيح. يعني هذا طبعا في كل مكان، ليس بالدول العربية فقط. يعني أنت عندما تجين إلى الشخص اللي ارتكب يعني عمل إرهابي في الدنمارك، شاب لكنه شاب محبط يعاني من ضغوط. أنا هذا يعني أصبح صيد سهل الجماعات الإرهابية في تجنيدها والقيام بأعمال إرهابية. نعم. المفروض تدرس هذه المشاكل، تدرس الأسباب التي تدفع الشباب إلى أنه ينضم إلى التنظيمات الإرهابية. هنا هاي المشكلة. المشكلة أنه يعني بلدان يعني كثيرة اللي هي تحكمها نظم شمولية، فهذه النظم تضغط على شعوبها بمجالات أخرى، تقييد الحريات، يعني عدم التمكن من التعبير عن رأي المواطن، كل شيء. فهذه إضافة إلى مسألة البطالة، مسألة الفقر، الحرم، هذه عوامل كثيرة المفروض تدرس وتوضع لها حلول. طيب شنو اللي الشباب العربي اللي تخليه يهاجر إلى يحاول أن يصل إلى الولايات المتحدة أو يصل إلى دول أوروبا أو أخرى؟ طيب غير هذه هي الظروف اللي جبرة. المشكلة أنه يعني بدأت لكن تلاحقهم حتى في الدول الأوروبية الأخرى، يعني إجوا إلى فرنسا أو إلى دول أخرى، بدأت أيضا لكن بدأ في هناك ضغط عليهم، وبسبب تعرفين هناك أكو تطرف. نعم. وطائفية، يعني المجتمعات الغربية لم تخلو من ذلك. نعم. يعني قبل فترة أنه قتل عندنا 3 شباب هنا في الولايات المتحدة، هو سبب الجريمة يسمونها الهيت كرايم، يعني أنه شخص ما هم يعتبر مسلمين ويعني يدعي أنه هناك مشاكل بيناتهم، بس لا يعني أنه تدعو إلى القتل، إلى قتله. طيب. خاصة نحن هنا في أمريكا. نعم. يعني أنا لا أعول كثيرا على هذا المؤتمر، لأن هناك أسباب كثيرة حقيقة تؤدي إلى الإرهاب وتغذي الإرهاب. نعم. يعني قد لا يكون يعني مجال للكلام. طيب، يعني أود أن أربط بين الأفكار أستاذ عبد الجبار. يعني قبل إعقاد المؤتمر أو انعقاده تقريبا بأسبوع يوم الأحد الفائت تم قتل 21 قبطي مصري كما تعلم. يعني هل باعتقادك اليوم تلعب داعش على وتر الطائفية والعنصرية؟ يعني إلى أي مدى سوف يستجيب العالم إلى هذا الموضوع؟ يعني هل باعتقادك المؤتمر اليوم هو كاف لشرح تفصيلي لمبدأ الإسلام الذي هو يناقض تماما لأفعال داعش؟ حقيقة بالنسبة للإسلام هو هذا جملة وتفصيلا يفرض هذا يرفض هذا الفكر المتطرف والقتل العشوائي، يرفض تماما. نعم. بالنسبة إلى يعني إلى ما حدث في مصر، حقيقة هو جريمة نفذتها داعش لا تعمل بمفردها. داعش هناك منظومة كبيرة، يعني داعش هو تنظيم إرهابي دولي وليس محلي. يعني تعرفين أنه المجندين أو الشباب الذين يجندون يعني من شتى دول العالم. نعم. ف
التنظيم مدعوم دوليا من قبل جماعات ومن قبل شخصيات سواء في المنطقة العربية من حيث التمويل أو المناطق الأخرى الأوروبية. أكونان قاعدة تخططها تلعب على مسألة الدعاية. طبعا الدعاية شيء مهم، يعني أكو لا تنسين إحنا في بالنسبة للعراق هناك جهاز إخباري أو مخابراتي كبير. هذا بعد سقوط همش هناك قادة عسكريين خرجوا من العراق، فاللي بقى يعني يلتزم بالنسبة للفكر البعثي هذا انضم إلى داعش وبدأ يخطط وبدأ يقود. صحيح. إضافة إلى الخبرات والقدرات الدولية، فداعش هو ليس تنظيم صغير الآن في جعبته ملايين الدولارات. نعم. يستطيع أن يفعل ويوظف ما يريد، فالمشكلة كبيرة. يعني عندما نتعامل مع داعش لا نتعامل مع يعني مجموعة إرهابية صغيرة. طيب أستاذ عبد الجبار، بصفتك أنت متخصص، يعني متخصص وباحث أيضا بهذا الموضوع، يعني إلى أي مدى اليوم إذا تم القضاء على داعش في العراق هل سوف يتم القضاء على داعش نهائيا أم سوف يكون أيضا داعش آخر لكن في مكان آخر؟ سيخرج داعش وماعش وغيره. سيدتي، طالما هناك مصالح، طالما هناك شركات ومؤسسات وتنتج السلاح وتوزع السلاح، فسيكون هناك أكثر من داعش. نعم. الآن تعلمين أنه ما يجري الآن، يعني مرات هناك طروحات تدعو إلى يعني إخراج داعش من العراق. نعم. وليس إنهائها وتدميرها، يعني هناك من يدعو إلى احتوائها، فهذا معنى أنه هذا البعبع باقي، يعني طالما أن هناك مصالح تدعو إلى بقائه. نعم. يعني شركات المصنعة أو المصانع للسلاح في دول العالم هنا تذهب بهذه التقنيات الحديثة إذا انتهت داعش وإذا انتهت الشيوعية وإذا انتهت، فطالما أنه هناك عدو يعني لابد أن يكون هناك عدو. لكن نعم. عموما الفرق أنه عندما بدأت الدول الأوروبية تكتوي بنار داعش والإرهاب، يعني قد هذا يدفعها، وحتى هنا عندنا قد هذا يدفعها إلى أنه تتخذ خطوات، يعني يعجلها من أجل تحجيمه ويعني إخراجه من العراق أو من سوريا. لكن هو راح طبعا ينتشر، هو مثل المرض القديم. نعم. راح ينتشر في دول أخرى. طيب أستاذ عبد الجبار، سؤال أخير لكي نختتم حلقة اليوم. يعني كان البعض يتحدث، يعني على لسان البعض، نتحدث عن لسان البعض، كان البعض يقول أن إسرائيل كانت هي العدو الأول للوطن العربي، وما اليوم باكتشاف داعش تحول هذا العدو من إسرائيل إلى داعش لكي نغض النظر عن إسرائيل. هل تتفق مع هذه الجملة أم لا؟ خليني أقول لك شغلة. هو قبل مجيء داعش، هو ليش الدول العربية من 67 لحد مجيء داعش شنو اللي عملته ضد إسرائيل؟ نعم. يعني شنو اللي سوته يعني مجتمعة بكل سلساناتها بكل الأسلحة وما تمتلك، وكان أكو هناك استقرار موجود، وكان أكو هناك يعني نظم شمولية كانت تستطيع أن تحرك الشارع بإرادتها، وكانت تدعي أنه مثل ما كان صدام أنه راح نقدر نمحي من الوجود. زين، ما الذي عملته يعني هذه الأنظمة حتى أنه تقولين أنه بدأت تلف؟ هذه كذوبة. يعني ما أعتقد أنه يعني لا أرى أنه في ذلك، لأنه إسرائيل هي طبعا هي سبب المشاكل. نعم. في المنطقة، وهي تحاول، وهي في مصلحتها طبعا، هاي تصب في مصلحتها. يعني حتى وأنه إذا لم تؤثر على الحكومات، لأن الحكومات باقية حكومات هزيلة، تنهي الشباب العربي، تنهي يعني هم ذولا هسه اللي قاعد ينضمون الى داعش، هم منين؟ هم ناس، هم شباب عربي. نعم. فهذه ايضا طاقات راح قاعد يخسرها، يعني ظللوا، اثر عليهم هذا الفكر المتطرف، فلذلك انه ذولا خسرهم، بلدانهم خسرتهم. وهذا طبعا هذا بربح لاسرائيل. نعم. يعني هي ما تريد، وطبعا ذولا ناس فيهم ايضا فيهم عقول وفيهم كفاءات، فدولة خلص يعني أسقطوا من حسابات الشعوب، فهذا أيضا يعني شيء لي يحسب لإسرائيل. نعم. لكن أنه تقولي لي أن الحكومات ألهيت، لا، الحكومات هي بنفسها باقية
ولم يؤثر عليها هذا الشيء. نعم. إذا السيد عبد الجبار جعفر المتخصص في العلاقات الاستراتيجية، شكرا لوجودك واليوم انضمامك معنا في الحوار العربي الأمريكي، شكرا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام في الختام تقبلوا تحياتي في التقديم وكاد العمل في برنامج الحوار العربي الأمريكي، زوروا صفحتنا على الفيسبوك الواقعة أسفل الشاشة. نلتقي الأسبوع القادم بنفس الموعد، انتظرونا وإلى اللقاء.